ما هو أحسن كتاب لشرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ هذه النواقض التي ذكرها الشيخ واضحة، ما تحتاج إلى شرح، تشرح نفسها واضحة، ما تحتاج إلى شرح، لأنها مأخوذة من الكتاب والسنة، قواعد واضحة، ولكن لا بد من فهم معناها وفقهها، وذلك بتأملها، بتأملها، وذلك بالرجوع إلى كتب أهل العلم، الرجوع إلى كتب أهل العلم، مثل كتاب إحكام الردة في كتب الفقه من زاد المستقنع أو من الإقناع أو من غيره، فيراجع، تراجع الكتب التي شرحت نواقض الإسلام وبينتها. نعم. أما أن لا شرح مستقل، يعني شرح لأهل العلم مستقل، فلا أعرف لها شرحا مستقلا، لكن شرحها بعض طلبة العلم المعاصرين، لا أدري عن هذه الشروح هل هي صحيحة أو ما هي صحيحة.